الذين بتحقق رؤيتنا باستثمار جديد في البنية التحتية في فلسطين. اشتغلنا يوم بيوم وبنينا طوبة على طوبة لنجهز مركز بيانات لعمل نقل نوعية في قطاع الاتصالات. أيدي وخبرات فلسطينية، الرؤية صارت إنجاز والإنجاز فلسطيني بامتياز. اليوم معكم وبحضوركم نفتتح مركز البيانات الأضخم في فلسطين، مركز بيانات بالتل الأحدث في المنطقة.